أعلمكم كيف تعملوا مخلل الملفوف طريقة المطاعم التركية. بنجيب الملفوف بنقطعه بأي أداة متوفرة عندنا، ممكن يدوي، إحنا مش محتاجين للماكينة خالص. ماء نص لتر 500 جرام، وخل أبيض 1 كوب 250 جرام، زيت 1 كوب 250 جرام، ملح الليمون 17 جرام معلقة كبيرة، وسكر 3 ملاعق كبيرة 40 جرام، وملح 40 جرام 3 ملاعق كبيرة، وبنخلطهم. احنا مثل ما حكينا مش محتاجين الى الماكينه، ولكن شغل المطاعم ممكن اسهل لنا. وهيك بنوضعهم على الملفوف، بننتظر 24 ساعه. بعد 24 ساعه بنخزنه بالثلاجه، وخلوا الميه فيه، خلوا الميه، لانه احنا في المطاعم لما نقدمه بنقيم الميه عنه، وهيك اصبح جاهز. في عندي كثير وصفات بتخص المطاعم، في عندي 1000 وصفه صحيه. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.